الحكم لاعب فريق اتحاد طنجة شادو يغادر رقعة الملعب، يغادر رقعة الملعب غير راضي، غير راضي ربما على أمر ما في المقابلة، ويريد أن يتوجه نحو مستودع الملابس. لقطة طريفة ولقطة غريبة ولقطة لها دلالات معينة ربما في مباراة اليوم. لاعب لا يريد أن يكمل مباراة اليوم، يريد أن يغادر رقعة الملعب، يريد أن ينسحب، وسنتابع قرار الحكم. يتوجه مباشرة صوبر طبعا دوكا احتياط فريق اتحاد طنجة. اللاعب جون أوسينو، جبد ما عندك في الكتب، في قوانين، في أنظمة الحكام، شنو ممكن يكون قرار للحكم. واحد لاعب من لاعبين في رقعة الملعب ما باش يكمل المباراة، يعني انزع الشارة ديالو وحاول يغادر رقعة الملعب. هل يتم إعادة قصرا كما نشاهد الآن ويصبح الأمر مرتبط بتغيير اضطراري؟ شاهدونا اللقطة أب حاول أنه يصوب الكرة صوب الجمهور، حاول إخلاع القبيس، عدمة الحلول، يريد أن يغادر رقعة، يريد أن يغادر رقعة الملعب. الوضع ديال الحكم يعني قانونيا شنو غادي يكون؟ آخر مطاف سيون غادي يرجع باش يكمل المباراة. يعني شنو ممكن يدافع مثل هذا؟ مسألة طبعا ربما كنا نذكر في وقت سابق ولو انه ماشي باب المقارنة، ولكن اختلاف المعطيات. ذكروا الحارس خالد العسكري حينما انهالت عليه الضغوط ان صح التعبير، وحينها قرر مغادرة المباراة.